صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن أهجر أحدا من أهلي أو أصدقائي بقصد التأديب، علما بأني أهجره بقصد تعديله عن مساره الخاطئ وإنكار المنكر؟ إذا كان ما يفعله محرما ونصحته ولم يمتثل وكان في هجره زجر له فهجره. أما إذا كان ما الشيء اللي فعله شيء يسير ما يقتضي الهجر، أو أنه الهجر ما ينفع فيه بل يزيده شرا، فإنك لا تهجره بل تستمر على النصيحة معه. نعم.